السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستشاهدون في هذا الفيديو صراعا أخ طبلة بين قطين من قطط المزابل. كما تشاهدون تبدأ مرحلة الإحماء ومرحلة التهديد والوعيد، مرحلة الشتائم التي لا يصلح أن نقوم بترجمتها استعدادا للجولة الأولى. وهذه الجولة الأولى يتصدرها القط الأصفر، ولكن لم تنتهي المعركة بعد. عودة إلى التهديد والمسبات. إنها الحرب من أجل قطة من قطط الحاويات. إنه من أجل أمصنة. الاستعداد مرة أخرى للهجوم، وهجوم آخر، هجوم كاسح. إنها قطط مثل البشر، لا تعرف الرحمة. إنه صراع الأنثى، ويكثر هذا الصراع في شهر شباط. الجولة الثالثة جولة شرسة أيضا. وكل هذا من أجل أمصنة. شكرا لكم على متابعة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.